ودلوقتي معانا الكنافه السحريه بتاعت العم طاطا والعم سمسم. اهلا. ومعانا العم يويو. اهلا. ومعانا الاخت رضوى. اهلا. والقطه سوكا. قولي نيو، اقرصها من ديلها خليها تقول نيو. ومعانا ماما لولو. وهو عباره عن لبانيتا ونيشاكيتا وايه تاني؟ وفانيليتا. لبن ونشا وفانيليا وسكر. هنديتا. لبن ونشا وسكر. وجوز هند وزبيب وسوداني. اه. حطيت السوداني في الفرن. بسخر الفرن. دخليه على سخونيه الفرن خليه ينشف معاها. ودلوقتي هنبدا نعمل الكنافه السحريه للعم طاطا. الكنافه السحريه. ايه ده؟ اول حاجه شعر جد. ده شعر جد، هو يا كنافه شعر هي اسمها كده. دلوقتي اول حاجه الكنافه، سكر بودره، الصينيه اللي هنجهز فيها والصينيه اللي هنعجن فيها. امسك كده سمير بالكريمه، لازم طبعا مش هنعملها اساور ومش هنعملها برمه. احنا دلوقتي كده دي في وشي هنا. دلوقتي احنا هنعملها صينيه. هتحتاج ده دلوقتي؟ فصينيه؟ لا طبعا مش محتاج. فالصينيه احنا كل اللي محتاجينه ليها ان احنا نقطعها، لازم تتقطع زغننات زغننات مبطبطات بطابيط وبني، لانها لو فضلت زي ما هي على سجتها مش هنعرف ندكها ومش هنعرف نعمل لها عمليه التسميج. التسميج يعني ايه؟ يعني لازم نحط عليها بعض المحفزات للتماسك عشان تبقى زي الكنافه اللي بنجيبها من المحلات الكبيره. بنبدا ان احنا نقطعها صغير صغير صغير، شعر كده يعني، شعر زغنغن اهو. وبعد ما نقطع الكميه المطلوبه شعر جراني، شعر جراني. بعد ما نبدا نمهد لان احنا ناخد الكميه المطلوبه للصينيه، نروح عاملين ايه؟ نروح مجهزين الكميه مظبوط. احط في دي حاجه هي ايه؟ الصينيه. يعني هو انا بعمل ايه؟ سيب الصينيه مكانها بقى، تشيلش بقى صواني تاني خلاص. تاخد شويه تشيل الصينيه وتجري بيها ليه؟ فاهم؟ ايه هدفك من انك تشيل الصينيه وتجري؟ هات الكاميرا على وشه كده عشان نساله. ايه هدفك من شيل الصينيه وانك كل شويه تشيل الصينيه وتجري بيها؟ سين، ايه الهدف؟ انا هتحط جواها حاجه، انا هتحط يعني هو انت امك جايبها، يعني انت امك جايبه الصينيه من جوه وحطها هنا، يعني حاطينها على طبطن، حاطينها نتفرج عليها؟ لا هتعمل فيها. الله، ما انت بتسالني بقى ليه؟ طبعا هتعملوا فيها، طب ما انت عارف اهو بتسالني ليه؟ ها؟ خلاص اهو. وابتدينا دلوقتي نشعر الباقي علشان نعمل كميه مطلوبه. ده لسه ما اتعملش، وده اتعمل للقعده. القعده لازم تتسمك كويس، يعني لازم تتسخن بالسكر، وده السر عشان السكر لما بيتحط خشن ما بيدوبش، ولما بيتحط مع الشربات ما بيكونلوش لازمه غير انه يحلي. لكن الكنافه نفسها محتاجه ان هي تتماسك من جوه، وده السر اللي كل الحلوانيه عاملين نفسهم خبر عليه. وعشان كده يا عيني الكنافه تطلع في ست البيت تعملها تطلع وحشه ومشلوحه من الجنب ومحمره ومحروقه، والعيال يا عيني يجوا ياكلوها اللي هو معضمه ويقعدوا يعملوا كده لامهم. ليه؟ ما الام مش عارفه السر، والحلوانيه فكرهم انه سر شويبس. بس هو مش سر شويبس، هو يعني ده حاجه بسيطه قوي قوي قوي، والمفروض ان هم لو عرفوا الناس ما يعرفوهم، وهم لازم يعني نشتري من محل الحلويات. هو بالغلط ما نعمل على دين يقول لك لا دي سر المهنه. مهنه ايه يا عم؟ هي دي مهنه؟ ده التراكوه زمان جم علموها للمصريين. ما هو الحلويات دي الشرقيه دي في يعني اصلها تركي، التراكوه هم اللي جم علموها لنا. فهمتي؟ عرفونا يعني حلاوه. عرفونا، لا عرفونا الحلويات الشرقيه زي ما الاوروبيين جماعه الانجليز والفرنسيين جم علمونا الفرنش كيك وعلمونا الجاتو تورته، اه علمونا الحاجات دي كلها بقى. ما هو بقى اللي علمونا الكلام ده. لكن احنا هنا في مصر اساسنا كنا بنعمل ايه؟ ثلاث حاجات: زلابيا. بعد اذنك يا يوسف عشان بس بيتصلوا بيا من الشركه، انا عايز ورقه وقلم علشان انقل بس الارقام بتاعت الشركه. سيبها ترند. القلم بتاعك يا سمير هو ورق. وطبعا المصريين كان اخرهم حاجه واحده بس بيعملوها زمان، كانت الفطير البلدي المشلتت. هي دي كل ثقافتنا.
او المهلبيه. دي الحاجات الحلوه، هي دي ثقافتنا احنا عن الحلويات، المهلبيه وعشوره و و و وايه تاني؟ والفطير المشلتت. اه فطير المشلتت. الفينو ده جديد علينا، ده دخيل. اه نشوف مين على الباب. انا كوكو. اهلا كوكو اختي وزوجك. تقفلي الباب. هيبدا حالا الفيديو. وطبعا الحلويات الشرقيه. انا مش عارف. اه ده انا نسيت الشركه بيتصلوا بيا. طب ادي هات التليفون له، ادي التليفون لاخوك. ما تجيبش وش بابا. هات التليفون لاخوك، هات التليفون. انا اصور بقى شويه. كوكو. هاي كوكو. هلو. هاي رضوى. سمسم. اهلا. ماما. ودلوقتي احنا هنبدا نصنع ايه يا جماعه؟ احنا بنصنع ايه يا كوكو؟ الحاجه كده الكنافه. الله. ولا اي ابن جنيه، كسري ودخلي بقى. يلا دغدغيهم، عايزه تكسريهم بايدك نص تكسير كده السودانيه تبقى صاحيه شويه. ماشي. الكنافه. الكنافه المقليه. انا سايبه الفرن شغال. العسل بيبقى نوعين يا ماما. عسل اسود وعسل ابيض. لا انت كده بتتكلمي عن العسل اللي بيتاكل، احنا بنتكلم عن عسل اللي هو الشربات، اللي هو الشربات بتاع شربات الكنافه. ده بيبقى كام نوع؟ بيبقى نوع اللي هو ايه؟ كده بقى شعر شعر يعني. شكرا شكرا شكرا. شعر حنين. كمل بقى فيديوك. ودلوقتي الاخين الحلوين يوسف وسمير قاعدين بيكسروا السوداني. اكسر السوداني، اكسر السوداني اتنين علشان يبقى صاحي ونعرف ناكله في وسط الكنافه. مولع. نعم. انا هرجع بعد نص ساعه. ماشي. طب ارجعي بعد نص ساعه. انت بتعمل ايه يا لطفي؟ هو داخل يخرب عشان كده جاي الحقه. لطفي ابو الخراريب، سيب اللعب مكانها مش وقت لعب. حط اللعب. سيب اللعب مكانها مش وقت لعب. ودخل البانيو مكانه. باي باي. اتفضل تعالى اقعد معانا بقى شوف احنا بنعمل ايه. اندمج يا رب. اتفضل تعالى معانا شوف احنا بنعمل ايه. مولع. شطور. ودلوقتي احنا في وقت ايه؟ انت لسه بتعملي حلوه؟ بقى المهلبيه عشان ما تكلمش. ودلوقتي احنا اول حاجه ما انا عايزك تشوفي. طب خلصي المهلبيه بتاعتك. قوي جدا. اروح لك اشوفك انت بتعملي مهلبيه؟ لا مش قوي. ايدك نضيفه؟ ايدك نضيفه؟ انا اساسا نضيفه هو اساسا. ايوه اللي هيمد ايده. احنا بنعمل الكاستر او الكريمه او المهلبيه المربربه عشان تبقى على فكره جوز الهند وكل الحاجات دي كلها هتتحط هنا. ماشي. فاهم حاجه؟ لان هي دي حشوه اللي في النص. ولا نحطها فوق الكريمه؟ نحطها في الكريمه قبل ما تدخل في الشو. لا نحطها على وش الكريمه قبل ما تدخل الفرن. قبل ما نقفل. ما انا بقول. ودلوقتي رجاله السوداني اللذيذ بيكسروا. اكسكيوز مي. عايز اشوف طعمه بقى ايه. ممكن بعدك يكون طعمه حلو. بابا المهم ان انا اكسره. ماسك نفسه. بابا المهم ان انا اقطعه نصين. نعم. المهم ان انا اقطعه نصين. ايوه اقطعه بس اكسره نصين. انا في حته بتاعتي بتتقطع صغيره، حته كبيره وحته صغيره. ده طري. طعمه كويس. عايز سمكتها تقيله ولا خفيفه؟ طري. انا؟ وطعمه مال وعايده وهنا. مال هو؟ مره كانوا بيجيبوا عيش وجابوا حله وانا وخالد بنسميلكم احنا قاعدين. وجابوا معانا انا عرفت انا وكمان نزلت. خلاص يا جماعه؟ انا خلصت. نعم؟ وانا كمان. انا جاي اهو. خلاص هنا؟ خلاص يا اولاد؟ خلصت. رجعوا تاني. اتفضلوا هاتوه. شكرا ليكو. فرنك يا ماما. نعم. بس السمكة كده حلوة. استنى تاني كده. هو فرن سخن يا ماما. انت ليه مش هتيجي الشواية دي؟ امال هتحط في البتاع ازاي؟ طيب اوكي. بس السمكة كده بالنسبة زقلطيها كده. زقلطيها تاني. مزقلطة مش عايزة تنعم. مجعلصة. مجملصة. فانيليا.
هحطرها كتير. طب الفانيليا عامه بتتحط بعد ما تبرد يعني بعد ما تخلص؟ عندي كيس تاني اللي هو كده خلص هنطفي عليها على فكره. ماشي اوكي انا هحطها هناك. ماشي يعني هحضري هاتي دي كده من ضمن تحضيرات الحشوه. دي كده الحشوه بتاعتنا الجميله اللي هي جوز الهند اللي هي جوز الهند وايه تاني والسوداني لبلوب. احنا هنعمل ايه النهارده يا سمسم؟ كنافه. كنافه بايه؟ بالكريمه. وايه كمان؟ والسوداني. لا المكسرات. مكسرات مكسرات اللب. وهنحمص ايه كمان؟ اللب. اللب الايه؟ الحمبونزي. هو انت بتصنعوا كيكه؟ بنصنع الحمبونزي السحري. بدي عليها انا سوكا بتستغيث. يا سوكا عايزه تاكلي كنافه ولا عايزه اكل كنافه؟ اجل انا 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 اهلا. خلي علي طلع لك ده من ده. خدي السليم بس اهم حاجه طلع لنا السليم كده في صينيه ولا في حاجه. الباقي ده كتير والله كتير يا بنتي. طلع لنا ابن اللب منه. نقي اللب منه. انا عارفه اطلعه دي بطريقه سريعه. سمير وورده احنا كلنا دلوقتي معانا الكتكوت الاخضر. بس الكتكوت الاخضر بتاع لطفي جايبه عشان يتفرج على الكنافه بتاعتنا. هنبدا ننزل السكر البودره على الكنافه. ليه؟ احنا كده كده هنحط سكر. تمام. بس السكر بتاع الكنافه بيكون سكر ايه؟ بودره. خفيف. لا احنا بنتكلم على عسل. خفيف مش تقيل. هو والبسبوسه الصواني بيبقى خفيف مش تقيل. بس في عسل خفيف وعسل تقيل. الخفيف بيبقى لتر ميه عليه نص سكر. التقيل كيلو سكر. ايوه طبعا انا عمال احط في ايه في سكر بودره وده الاساس. نبدا ان احنا ناخد الكنافه بتاعتنا انا ونبدا ان احنا عمر بيقول فين نديها في بعضها بايه بالطريقه دي كان احنا بنمرش ايه مواعين. بنمرش المواعين. بنمرش الغسيل كده. نمرش الغسيل. ايه اللي بيجرى لما بنعمل كده؟ السكر بيدخل في الكنافه. السكر احنا بنلف بالكنافه المقطعه لحد ما يسخن في ايدي. يسخن في ايدك يبقى انت كده دمجتيهم في بعض. ايه الفايده من الدمج؟ تمام. ان الكنافه تبقى طبقه واحده ما تفصلش وما تفريش منك. بمجرد ما تخش الفرن سكر البودره ناعم ايه يسيح يمسكها لك في بعضها. بقت كنافه خلاص. فهمتي كده؟ الركعة على التسويه والوشين والحشوه موجوده زي ما تحطي. فهمتي؟ دي الحركه اللي الجماعه اللي هم بتوع الحلوانيه فكرهم انها سر حربي. فكرهم ان ده السر الحربي. بس انا عشان اشتغلت معاهم فكنت بقعد اتفرج واعرف سر المهنه ايه بالراحه. تمام. فهمتي؟ ما هو ده سر المهنه. ده لو ما عملتيش كده الكنافه تشلح وتحرق وما تاخدش سمنه وما تاخدش سكر وتفرول منك وترمي في الطبق يعني تلاقيها ناشفه. فاهمه حاجه؟ اول ما السكر يبدا يعظم ويمسك لك الكنافه ببعضها تيجي انت تسقي الشربات الخفيف يقوم السكر في الكنافه يعمل ايه؟ يشرب تاني. بس يشرب وهو ماسك الكنافه في بعضها. يبقى كده انا عملت ايه؟ قللت من السكر يس يس. لطفي هو لطفي بيعمل عنده هناك كده ايه؟ بيقتل الكتكوت بتاعه. اه اربع كتاكيت. شغل يا سمير اغنيه تقتل اربعه من الكتاكيت. بنت الجيران. واحده الماء واحده برتقالي. يا حبيبي يا واحد برتقالي وواحد ازرق وواحد بامبي وواحد اخضر. نعم وهذا هو الاخضر. بامبي واخد بالك. وهل البامبي وهل البامبي هو بامبي مسخسخ ام بامبي مفحفح؟ ينفع اسالك سؤال؟ اتفضل. دوت ملك الالوان. الاخضر؟ الاخضر ملك الالوان. عشان انا جبته. كان الاسود زمان. عشان هو جابه. عشان انت جبته بقى ملك الالوان. شيل الحته اللي عندك. لسه مولود بربع. اللي لسه مولود بربع. اه لو صغير قوي بنص. الله. والمولودش لسه بجنيه. لا 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 ده موضوع. ايه ده؟ انت مصوره الفاتحه التهويه عندي؟ لا مش باين حاجه. ياه. والله. عندي التهويه ظاهره. بقول لك ايه؟ مش باينه. ولو باينه يعني هو في حاجه غلط باينه؟ لا هخلي كتكوتي. لا الميه جت بعد اذنك يا سمير. بس لطفي اطفي الحنفيه اللي في الحمام يا عسل. شاطر يا لطفي. انا دايما اقول احنا قلنا سكر محلي محطوط عليه كريمه. انا بدور عليها. يا
يعني هي كنافه سكر محلي محطوط عليه كريم. انا جاي. ها اصدميني. الانبوبة خلصت دلوقتي. انا كرهت الكنافة. انا مش عايز اقول لك عشان ما تزعلش وفي نفس الوقت مش عارفة ما اقولكش. طب وبعدين نعمل ايه دلوقتي في هذا المأزق؟ ماذا سنفعل؟ ايوة حلوة. قطع كمان من الزبده بسيطه. الحق اسيحها بس ان شاء الله حتى اسويها عند شوشو. نطلع انا وانت نسويها عند شوشو. لا ما اطلعش ما اطلعش بقى خلاص ما تضيعيش يومي. انا ما انا كفايه عليا قاعد معاكي شويه وخلاص. ايه؟ انا في كوبايه ميه هنا عشان كتكوتي عطشان. كتكوتك عطشان؟ اه ده بيشرب الميه وبياكل الرز. وبياكل الرز؟ نعم انه ياكل الرز.
ودلوقتي يا صحابي بعد ما خلصت الكنافة اللذيذة انا ومسمسم يا سوكا عايزة تعملي معنا كنافة؟ اتفرجي على الكنافة المحروقة بتاعتنا. اول واحدة طلعت حتة وحتة، تاني واحدة طلعت يا ماما سودا خالص. يا لهوي يوسف وسامير هيبهدلوني لما يصحوا، اصل احنا سويناهم وهم نايمين عشان الفضيحة. ودلوقتي يا ممكن طبق صغير بعد اذنك يعني يا لولو. ودلوقتي احنا هنطلع اول قطعة للكنافة المكرمة اللي بذلنا مجهود خارق وطلعنا فيها سر المهنة بتاعت الحلوانية. لوحدك؟ كنت عملتيها وحدك يا اختي، كنت عملتيها وحدك يا اختي. ودلوقتي احنا هنطلع اول خرطة زغ زغ زغ. هي ناشفة ولا هي فيها ايه بالظبط؟ ناشفة ايه يا طارق؟ مش عارف، حاسس كده بسوء المصير. اقلب بقى يا ماما، اقلب كده اهو. ها انا بوظتها خالص. دي ناية من تحت يا عم، هنا هي ايد المهلبيه البيضه جوه. مهلبيه يا فعلا، في مهلبيه اهي اهي، اسمها مهلبيه. استنى اما ادوقها سخنه. بس يا سوكا، عايزه ايه يا سوكا؟ مش هديك حته دلوقتي هتلهلب بقك. وربنا اللي قلبنا السنه دي. ورينا. على فكره لذيذه. ايوه دي معموله بزبده بلدي الصافي. يامي، انها يامي. ايه استنى 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 استنى، بس العيال تصحى بس ما يصحوا يشوفوا الخيبه اللي احنا فيها. خيبه ايه يا حبيبي؟ هي جميله اهي. يا عيني يا عيني، وريني احلى صنف محروق في الدنيا. ايه مالك؟ يا واو. ماما عايز اشوف، عايز اشوف. واو محروقة طبعا. حتى قال لك تذبح قبل ما تسلخ عطية. استني يا بنت. يا ماما على فكرة طعمها جميل جدا. الله، تصدقي الزبدة باينة فيها. عارف دي بقى هعمل لك فيها ايه؟ اديني ايه؟ هتدخلها في فرن تاني؟ هتولعي فيها؟ ممكن تديني شوكة علشان ادوق بس يا سوكا، يا سوكا بس. تقعدي تعملي بقى بتنضفي نفسك كل ما اجي اشوفك. في شوكتين عندك. شوكة اهي. يجب ان ادوق هذه الاسطنبولية. لذيذة يا لولو طالما انا اللي عاملها. على فكرة لذيذة جدا. وعلى فكرة انا عاملة المهلبية. ها تسلم ايدك. وتقول لي بتحطي سكر فيها ليه؟ وما حطيتش سكر كان يبقى دلع ومش حلوة. وغزتها لك كمان بالسمنة البلدي. لكنها يامي يامي لذيذة. يامي يامي. عايزين نشوف رد فعل سمسم ويوسف الصبح. طب وربنا جميلة، والمحرمشة دي على فكرة بتبقى جامدة. انت طلعتلكوش قطعة. انت فاكرني اصلا ولا ناسيني؟ ايوه ايوه على فكرة خطيرة. خطيرة بالجبنة. إذن يامي. استنى القط كوكو اللي والد تحت، العيال بصوا عليه واحنا طالعين. لا مجبوش. طلعت وسبنا لها الباب مردود، ما رضيناش نقفله. بس ده هي سوكا. واولادها مش لاقيينها. واولادها؟ يبقى خدت العيال نقلتهم. يبقى طلعت شافت مكان ونقلت ولادها. خلاص يا سوكا ما تحطيش بوزك في الزفت بتاعي. ودلوقتي الباب اللي ورا اتفتح واتقفل، لاحظت؟ سمعته؟ ده مين بقى؟ ده محمود. تلاقيه بيبص على القطه. اكيد يعني القطه مش هي اللي بتفتح الباب وتقفله.
احنا مش عملنا اللي علينا واستضفناها. محمود اصل محمد بيوضف الشقه تحت وينظفها. تصدق بقى انها عجبتني واخد خرطه كمان. جميله تسلم ايدك. هي بصراحه جميله تحفه. وايدي معاك طبعا عشان انا شاركت كتير. هي على فكره هي طلعت باي لك حلوه يعني. او مش باي لك، احنا بنقول انها حلوه عشان احنا اللي عاملينها. بس اهم حاجه سر المهنه. والله العظيم جميله. دي زبده بلدي صافي. حيات ربنا صينيه كنافه زي دي مش بالتخانه دي، نص التخانه دي عشان معموله بزبده بلدي عند العبد. وحيات ربنا تعدي. انا خايف اصورها وانزلها على صفحه سمسمه بتاعت الاكلات يقولوا لي القرف ده. بس الى حد ما انا مبسوط عشان سمسم ويوسف. هيصحوا يلاقوني عامل لهم الكنافه الجميله اللي هما بيحبوها. الساعه دلوقتي 6 صباحا بتوقيت الاهرامات الثلاثه. بتوقيت فاكهه. واحنا طلعنا اول صينيه كنافه من بعد جوازي، من بعد جوازنا من 11 سنه، اول انتاجيه لصينيه كنافه وعن يدي. بس طلعت حلوه. ايه ما عملتلكش قبل كده بسبوسه؟ يا سلام. ما عملتش ياما صواني كيكه؟ يا سلام. ما عملتش عاشوره؟ عملتش مهلبيه؟ نعم. عملتش رز بلبن؟ يا انت لسه فاكره؟ ايوه. قاعده بتفتكري من 11 سنه، ده انا مش فاكر اسمي ايه. انت فاكر ليه دي ما اتعملتش من 11 سنه؟ عشان ما اكلتهاش في البيت قبل كده. لا بس وحياه ربنا جميله، والسمنه البلدي محليه طعمها قوي. على فكره السمنه البلدي بتدي طعم وريحه للاكل تحفه. دي احلى حاجه. ان هي مخرمشه وطريه. على فكره كمان اللبن اللي عملت بيه المهلبيه، نعم، كان لبن حليب مغلي. مش اللبن الخفيف اللي هو بخيره. فكان على وشه قشطه قد كده، فمخليه المهلبيه مع مع الزبده البلدي خليها كنافه دسمه. عايزين نشوف اول لقطه لسمير ويوسف لما يشوفوا الكنافه دي. شوفها محروقه. مش هيخلوها. دي محروقه. دي جميله. ده انا هحط لك يامي. ده انا هحط لك خرطتين على فكره في علبه تاخدهم الشركه. يا عيني. فكرة كلهم بالمعلقة هناك. بالمعلقة ليه مش شكر؟ والله لا اخد حتة كمان. البتاعة دي طعمها جميل. انا والشيف اخد. لو التخانة بتاعتها الله اكبر مخليها قطعة قطعة. بصراحة. قطعة. انا بعد كده انبيعها بالمتر. متر كنافة من عندك يا ريس. يا سوكا هقتلك. ارجع عن السكينه يا بنت الكلب. نفسي افهم ازاي انت بنت كلب وانت قطه. انت قطه ازاي تبقي قطه وتتميزي انك بنت كلب؟ سوكا سوكا هديلك قطعه بالحالا. تعالي هنا تعالي. شرط واحد. شرط. شرط يا سوكا. هوهوي قولي هو. وربنا ما سهل. شفتوا قطع رجلها دي؟ ربنا ما سايبك. قولي هو. قولي هو يا بنت الكلب. قولي هو. اول قطه بنت كلب اشوفها في حياتي. تعالي تعالي.
تعالي 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 يا بنت يا بنت الكلب تعالي يا بنت يا بنت الكلب انت بتحاربيني جش جش تعالي 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 يا بنت قالك ده بيضحك عليا مش هيديني حاجه مش هيديني حاجه ده بيشتغلني اسيبه وامشي. طب سنسوكه تعالي والله عايزه تخش التلاجة تسقع تبقى جامده. لا مش هدخلها التلاجة عشان ما تجلدش وتنشف. هي تبرد مع نفسها بنفسها بره بس هغطيها كويس من الكلبه دي عشان ممكن اصحى الاقيها مخلصاها عندها مرض السكر. صح عندها تحليله لا عندها السكر. هيجيلك السكر يا بهيمه. سكر انت عايزه تدوقي الكنافه صح؟ انت عايزه تدوقي الكنافه صح؟ انا حاسس بيكي. طيب انا عشان ادوق الكنافه يبقى انا كده خن سمير ويوسف. انا دلوقتي قاعد باكل خرطتين ثلاثه كده بدقهم لهم ورا. فانت عايز تاكلي مع مين؟ قولي. سمير ويوسف تاكلي مع مين يا بنتي الكلب؟ اوعي مع الشوكة. هو انا بهرج معاكي دلوقتي؟ ها دلوقتي اسمها ايه؟ اصبر يا طه. ادي سوكا. خدي يا سوك خدي يا سوك حب الكريمه هم لزاز سوك. يلا محلي محطوط عليه كريمه. كلي وزقلطي. ها حلو يا سوكا. ودنك محني وكرشك عليه القيمه يا سوكا. انت هتقعدي تلحسي. ها حلوه قولي يامي يا سوكا. قولي يامي. سخنه اصبر ما تبرد. حتى القط يعني مش بلحق تاكل على بتاع البتاع اللي بنقول عليه ده. اه انت ازاي باللبن والسمنه البلد عايزه تعمل ايه يعني؟ السمنه عليها؟ انا اكلت حته واحده قفلتني ده بجد. هي جميله على قد ما هي قفيله بس السمنه البلد مظبطاها. هو اللي مخليها السمنه البلد. يلا الصبح بقى نشوف رد فعل الكلالي بالزغنانين كده. دلوقتي بنقول لكم سمسم اهلا صباح الخير. محنور يوسف اهلا صباح الخير. ماما صباح الخير. عايزين دلوقتي نقول لكم ان احنا انا وماما بالليل هنربي ايه؟ استني بس هنربي ايه؟ بيقول هنلعب بالفوطه. فوطه؟ عشان نفوت على الترابيزه يعني؟ محتاج حاجه. لا هنلعب لعبه كلب البحر. ايه يا عم بضحك عليكم كلب البحر ايه؟ هنقول لكم بقى احنا امبارح النهارده الفجريه لقينا نفسنا قاعدين وبنقول احنا هنقعد فاضيين كده كتير. سوكا سوكا راحت فين؟ قاعده فوق اهي. استنى اطلع لها نايمه نايمه عشان مرهقه عشان ميتها بره. سوكا هاي سوكا. حد ضربك يا سوكا؟ حد زعلك؟ هي دي اخره اللي بياكل الكاستر. المهم ان احنا كنا قاعدين انا وماما وفجاه قلنا لا احنا مش هنسكت احنا ما ينفعش نسكت. رحنا واخدين صواني الجلاش. احنا كنا عاملين ايه؟ كنافه. كنافه ايه؟ كنافه. ايوه. ورحنا هاجمين على الفرن وقعدنا نسوي 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 في الاخر الكلب في الاخر طلعت محروقه. قصدي طلعت مفلوقه يعني يعني فيها شربات يعني جميله فيها عسل. يعني طلعت حلوه اتعملت كنافه. تعالوا نكتشف بنفسنا يلا.
ايد النور يا ابني مش شايفين حاجه. فين؟ ما ايد النور فوق التلاجه. استنى بقى ما تكشفش دلوقتي. يوسف الموسيقى التصويريه يا يوسف. استنى بندقيه من جماهيرنا حطها مكانها علشان احنا دلوقتي مش وقتها. بندقيه محطوطه هنا في يوسف اوركسترا اعمل لنا اوركسترا. يعني اعمل لنا اوركسترا موسيقى تصويريه. وادي كده دي الموسيقى اللي هنبدا نطلع عليها الجلاد بتاع الكنافه. كل واحد فيكم يعزف. يلا اعزف المقطوعه واحنا بنطلع الحاجه. خلاص كفايه ده الفن الجميل يوسف. شكرا لفنك يا يوسف. شكرا شكرا. ودي كانت الموسيقى افتتاحيه صواني اللي اسمها اللي احنا عملناها دي الكنافه. ودلوقتي هنقوم بكشف الستاره. ستار؟ بكشف الستار برفع الصينية. ادي بقى موسيقى الصينية كده زي التتر العسكري. يا عيني يا يوسف اتصدم. مالك يا يوسفية؟ اوعى لا الكرسي اوعى. ودلوقتي هنحتاج الموسيقى الحزينة يا ماما. امسكي بقى وقطعي لهم. ودار علينا الزمن. هي هي. لف لف وروح خد خرطتك. ومهما دار الزمن. كل افتكرت ان هي يلا بقى. اهنا اهنا قطع لهم ماما وطلع لهم في الطبق. ابو ربنا طعمها جامد ومملوءه بالزبده البلدي. انتوا مش متخيلين طعمها ايه. وعلى فكره المفروض ده ظهرها وشها يا دي يا سمير. هو امي بتضحك علينا. انا بعمل لكم موسيقى الاكل دلوقتي. طب دوق طعمها. بص ودي يا خرابي على دي طعمها جميل جميل جميل. ايه ده؟ تعودت الفرحة. ايه رأيك في الكنافة السحرية اللي بابا وماما عملتها؟ لذيذة. واللي في الكاميرا يقدر ياخد حتة؟ ولا كله كنافة يا حبيبي. يويو ما رأيك بهذه الكنافة الإسطنبولية؟ هو ما استناش لما اجيب طبق، هو سحب الصينية واشتغل على طول. شفت؟ قول تعليقك. أهلا. أهلا. مش فاضي هو بياكل. بقى كل الموسيقى اللي قعدت تقطعها دي وتقول لي اهلا. بابا عارف فيلم كان في بيت كانت في الأزاليز. انا زيها كريمه المسلسل كده. بس انت ما عندكش الأزاليز. ماما بعد الكنافه دي هيطلع له لازاريه. ايه يا عم لا مش للدرجات. ايه عايز ياخد ده انها شوكه ويعيش. ايوه ما هو بقى وحش دلوقتي. ايه رايكم يا ولاد؟ يعني الواد مش قادر يتكلم ده. ايه للدرجه دي؟ انت بتقتلها الاول؟ عايز اصلحها.
طب عايز اقفل الفيديو، المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ متقفلش لما اخلص. هتفضل قاعد تصور كده؟ لا افضل قاعد اصور كده لغايه لما اخلص. ما خلاص بقى، احنا عملنا الكنافه اللذيذه، حلاوتها مش قادرين كنا عملنا الكنافه اللذيذه وعجبتكم. يلا بقى قولوا لنا الاكله اللي الجايه عايزين تاكلوا حلويات ايه يا اولاد في الحلقه الجايه، وما تنسوش تدوسوا على الزرار الاحمر وتعملوا لايكات كتير وكومنتات كتير وتكسروا الجهاز في الاخر، وتستنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه عشان نعمل لكم اكله جديده من اكلات العمه سيما. سيما العمة لولو. لولو العم العم طاطا. طاطا حط 50,000 لايك 2 مليون 3 مليون. يلا كله يقول باي. 4 مليون باي. 5 مليون اصل باي باي. تنسوش تدوسوا على بتاع بقول. طيب ودلوقتي نهايه الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تدوسوا على زر الجرس وتفعلوا الاشتراك ودوسوا على بتاع الاحمر، الجرس الاحمر بتاع الاحمر. وترنوا وتدوسوا مخصصه وتعملوا لايك 50,000 لايك وتكسروا الجهاز. وما تنسوش تعملوا اعجاب لسوكا. سوكا يا سوكا، خدها سوكا حته بسوي ال سوكا كمان بتاكل الكنافه مش عاجباها. يا نهار ابيض دي بنت وسخه. لا عاجباها كانت بدون شتايم. دي بنت كلب مش بنت وسخه. دايما القطه دي بنت كلب بنت قطه على فكره، هي عاجباها بس بتستعبط. وكان معاكم في الفيديو دوت سمير. سمير اهلا. سلام. ويوسف اهلا. وماما وبابا وسوكا اهلا جدا. واستنونا الحلقه الجايه عشان نعمل لكم كل ما عندنا ما هو جديد. اكلات عالم سمسم. اكلات عالم سمسم الجميله. نعم اللذيذه الحقيره. هي لذيذة وحقيرة عشان محروقة، لكن لذيذة طعمها حلو. أزيتي مش شكرا بجد والله. ارمي على طول يا سمير، انت لسه تضيع وقت بالشوكة والسكينة والكلام ده. ضيعش وقت. احنا بص يا زوكا، انت بتقطعي في ايه دلوقتي؟ عايزة تتعلم، عايزة تذاكر في كشاكيل يوسف، عايزة تكتب له الواجب. امال ايه؟ هي اتطورت. سوكا قول لنا باي باي. قالت لك باي باي. باي نيو نيو. هزيت راسها بالدلع تنونو. ايوه بتقول ايه يا زمير؟ بحب زمير. بحب. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بتبتدي. لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي؟ زمير الرحيم. اه